المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء وصلت الشاهينيه، تعود ملكيتها لحمد بن محمد بن عويضان العامري. يا سلام، الله، عملاق نادي الشبه اليوم يعني كان جدير بان يكون في انطلاقات قويه، وهكذا نحن عهدنا شعاره بالمنافسه. المركز الثاني الان تغيير من قبل العزره لسالم بن حمد بن العود العامري، غير وانتزع المركز الثاني بينما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت الناوية، تعود ملكيتها لحمدان بن حمد بن ضعيب بن غدير الاكتبي، يحتل المركز الثالث بينما بن عويضان في المركز الرابع ليقدم لنا الشاهينية في هذا الموقع وهذا المكان. خامس المراكز وصلت مشاهدين الأعزاء براقة، تعود ملكيتها لعبد الله بن محمد بن مرخان الاكتبي، يحتل المركز الخامس في هذه اللحظات والمركز السادس. نتابع سادس المراكز ونتابع سادس المراكز وكما نشاهد عطوة حمد بن محمد بن عفصان المنصوري يحتل المركز السادس بينما المركز السابع في هذه اللحظات الشرود لصالح بن سعيد بالعري المري يقدم لنا الشرود من تحتل المركز السابع مشاهدينا الأعزاء، بينما المركز الثامن النايفة لهادي بن سعيد بن مصلح الحبابي يحتل المركز الثامن يا ابو حياب. المركز التاسع عندك يا راعي صوغه، هذه ربشه المبارك من مظفر بن محمد العامري، ايضا له تحيه وعلى الناموس في هذا الصباح. والمركز العاشر هذه مشاهدينا الاعزاء مذيار حمد بن عبيد بالحلوس العامري، هي من فازت مشاهدي الاعزاء بشوطنا او اللي محتلت المركز العاشر في انطلاقاتي هذه الاشواط الصباحيه. اذا مشاهدينا الكرام حتى هذه اللحظات نسير مع شوطنا الذي يسير وهو ثاني اشواط الانتاج، وشوطنا هو في اعداد الاشواط الرابع عشر في تعدادها الصباحيه. عوده الى البدايه، عوده الى مشاركه المقدمه والمركز الاول، المركز الاول والصداره. يا سلام، هناك يا ابن مغير صرخه في المركز الاول لناصر بن مغير بن سالم العميمي على صدارة الشوط والمركز الأول، وأداء جميل ورائع تقدم لنا صرخة في هذه المشاركة. بينما المركز الثاني أيضا نشاهد العزرة لسالم بن حمد بن العود العامري يقدم لنا العزرة في مشاركة هذا الشوط وانطلاقتها، بينما براقة تحتل المركز الثالث. براقة تعود الملكية لعبد الله بن محمد بن مرخان الاكتبي، يقدم لنا براقة في ثالث المراكز وانطلاقتها مشاهدينا الاعزاء بين التنافس والتحدي. المركز الرابع اعود الى الشاهينيه لحمد بن محمد بن عويضان العامري، قدم لنا الشاهينية تحت المركز الرابع في هذه اللحظات. والمركز الخامس اعود اتابع شعار بضعيف، وهذه مشاهدين الاعزاء ناويه على الناموس مشاهدين الكرام الى المراكز الاوليه، الى الناموس والتحدي. هذه الناويه امامكم تحتل الان المركز الرابع بينما او المركز الخامس بينما تعود ملكيتها الحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي. والمركز السادس تصلنا عطوة واصلة مشاهدينا الكرام الى المركز السادس في هذه اللحظات، والملكية لحمد بن محمد بن عفصان المنصوري يقدم عطوة على المركز السابع. المركز السابع هذه المركز السابع بين السابع عندك يا بن مصلح، تقدمت الان النايفة لهادي بن سعيد بن مصلح الحبابي يحتل المركز السابع. أما المركز الثامن هذه مشاهدينا الأعزاء، المركز الثامن عندك يا بالعري الشروط صالح بن سعيد بالعري المري، والمركز التاسع مذيار تعود الملكية لحمد بن عبيد بن حلوس العامري، بينما المركز العاشر تقدمت في هذه اللحظات من الجانب الآخر شعار بالهركي، هذه الدانة لأحمد بن خزاع بالهركي العامري على تقدمها إلى المركز العاشر. عموما على كل حال هذه العشر المراكز الأولى متقدمة مشاهدينا الكرام في انطلاقة هذا الشوط.
نعود إلى البداية إذن مشاهدين الكرام وإلى المراكز الأولية. إلى ناموسي هذا الشوط لا زالت صرخة، صرخة لا زالت في مقدمة الشوط، صرخة تعود ملكيتها لناصر بن مغير بن سالم العميمي على صدارة وقمة هذا الشوط في هذه المشاركات وهذه المداعبات الرسمية في انطلاقات أشواط الإنتاج، بينما تسير إلى المركز الثاني من خلال هذه اللحظات براقة. عبد الله بن محمد بن مرخان يحتل المركز الثاني، وننتقل مباشرة إلى المركز الثالث العزرة، العزرة سالم بن حمد بالعود العامري. يا سلام يا بالعود، يأتي يقدم لنا العزرة، هذا الاسم اسم عملاق وكبير جدا في عالم سباقات الهجن، عالم سباقات الهجن بالفعل عملاقة الهجن، حققت الانتصارات بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بالفعل. عزرة عندما تطري العزرة يأتي هذا الخيال الواسع دائما مع عزرة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع، ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، نشوف بن عويضان يتقدم ولكن بن ضعيف، بن ضعيف يقدم الناوية، حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير يحتل المركز الرابع والمركز الخامس، المركز الخامس الشاهينية، حمد بن محمد بن عويضان العامري يحتل المركز الخامس. يا سلام، بينما المركز السادس وصلت في هذه اللحظات مياسه مياسه عبد العزيز بن سلطان بن تريب الاكتبي، والمركز السابع بالاخر المركز السابع من الجانب الاخر، هناك تسلل من قبل مذيار حمد بن عبيد بن حلوس العامري، والمركز التاسع، المركز التاسع، المركز التاسع عندك يا راعي صوغه، هذه ربشه 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 بتربشنا ربشه بتربشنا ربشه. يا سلام، مبارك بن مظفر بن خموشه العامري حقق يوم نقطه يعني في هذا الانطلاق الصباحي مع الكبار يا ابو محمد. بينما المركز العاشر، المركز العاشر هذه اللي تسللت في اول ندى، يا سلام يا ابو الضبيعه وصل، وصل مع راهية سالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي. مشاهدين الأعزاء، من أحد الأسامي اللي لها صولة وجولة في ميادين السباق، حققت شيء من النواميس، أوه سيايير، حصلت سيايير ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه مشاهدين الأعزاء الأسماء اللي حضرت عليكم بهذه اللحظات، ولكننا نتابع ونعود إلى مقدمة هذا الشوط، ولا زالت صرخة الناموس على المقدمة لناصر بن مغير بن سالم العميمي على المقدمة، والأداء الجميل اللي تقدمه صرخة من خلال هذه المشاركة. وصلنا إلى تقريبا الاثنين كيلومتر المتبقي على خط النهاية، أقل من أو أكثر من اثنين كيلومتر، ولكن لا زالت صرخة تقود كل هذه الأسماء اللي ذكرناها لحضراتكم وهي على المركز الأول. بينما المركز الثاني براق عبد الله بن محمد بن مرخان احتل المركز الثاني والمركز الثالث، أسير هناك إلى بالعود، إلى بالعود وإلى العزرة، العزرة سالم بن حمد بالعود العامري يا سلام يقدم لنا المركز الثالث. بينما راهية 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 بدأت الآن تتقدم، سالم بن محمد بضبيعة الاكتبي يقدم راهية في المركز الرابع والمركز الخامس، المركز الخامس أشوف أشوف هناك الناوية، الناوية الناوية، حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير يحرك الناوية، لكن بن عويضان قادم كذلك مع الشاهينية. يا سلام، عملاق ند الشبه هذا قادم مع وجود الشاهينية في المركز السادس، والمركز السابع عندك يا بالهركي من بالحلوس، حمد بن عبيد بالحلوس العامري يقدم لنا كذلك. مشاهدين الاعزاء، مذيار 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 مذيار، من تسير وتختار ناموسي هذا الشوط، ولكن شوف الجانب التحدي، الربشه هناك من الجانب الاخر، وبالهركي يتواجد الله احمد والخزع بالهركي العامري. يا سلام، الدانه الدانه، كوني دانه يا دانه، كوني دانه يا دانه التجار في المركز التاسع. الان عوده مشاهدين الاعزاء الى مسافتنا، الى لحظات إلى تحدينا من خلال الانطلاقات، من خلال التحديات، ولكن عودة إلى مشاهدين الأعزاء، إلى صرخة، إلى صرخة، إلى صرخة لا زالت على المركز الأول، تطير بطيران الناموس، تطير بطيران التحدي في المشاركة، 1200 على خط النهاية، والمركز الأول مع صرخة ناصر بن مغير بن سالم العميمي. يا سلام يا هالي العين، يا سلام يا هالي العين، يا هالي العين في المركز الأول. بينما المركز الثاني براقة، عبد الله بن محمد بن مرخان يحتل المركز الثاني، المركز الثالث العزرة، العزرة وصلت العزرة، سالم بن حمد بالعود العامري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع عندك ابن عويضان مع الشاهينية، ولكن وصلت هذه اللحظة برمجة 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 راشد بن سعيد بالغافرية. يا سلام، لكني أعود لكني أعود، يلا اللي بيحرك يحرك، خلاص وصلنا إلى النفس الأخير، النفس الأخير، أعود
اعود الى اهالي مرغم، اعود الى اهالي مرغم، الى اهالي مرغم تحيه وسلام وجود مورنينج لاهالي مرغم على هذا الفوز. اكيد عودتهم على السلام، عودتهم على السلامات، على الانجازات، على الانطلاقات. خذت جمهوريتها الكبيره من جماهير وعشاق السباق. هذه اللي امامكم مشاهدينا الاعزاء، بروق بروق بروق، راحت الى الناموس، راحت الى التحدي. والله من بعد السيف جتنا اليوم، راحت في مشاركات المرموم، مشاركات تاهيليه. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، في بطنها كاسين وسيف، في انطلاقاتها ما شاء الله يا عطايا الله. هذه مشاهدين الاعزاء امامكم بروق بدون اي منافس، بدون اي تعليمات، انتاج امواب من صعب المضمرين. يا سلام محميه سكاي دايف اللي تتواجد من خلالها انتاج هذه البروق. تهانينا والناموس عبد الله بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، وبروق هي من تحتل المركز الاول، معلنه عن حضورها في انطلاقات هذا الصباح بدون اي اوامر. المركز الثاني صرخه ناصر بن مغير بن سالم العميمي، المركز الثالث ربشه المبارك بن مظفر محمد العامري، برمجه راشد بن سعيد الغافريه رابعا، وعطوه خامسا لحمد بن محمد بن عفصان المنصوري. هكذا كانت النتيجه في الانطلاقات والتواجد والاحتلال للمراكز الاوليه. نعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، والى لحظات وصول بروق صاحبه الانجازات، حيث حققت الناموس في مستوى هذا اليوم بدون اي توامر ب 12 دقيقه. هذه لحظات الوصول 49 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا لعبد الله بن محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على فوز بروق بالمركز الاول. بينما المركز الثاني، المركز الثاني شوف لحظات فوتو فينش جميله رائعه، تاخذ لقطه ما يقارب من 7 أو 8 مطايا في شوط واحد، وهذا يحسب دائما لنادي دبي وكذلك لقناه دبي ريسنج. المركز الثاني كانت صرخه تعود ملكيتها مشاهدينا الاعزاء لناصر بن مغير بن سالم العميمي، 12 دقيقه 52 ثانيه وجزئين من الثاني. تهانينا والناموس يا ابو مغير على هذا الفوز والانتصار، وشكرا يا مخرجنا بعد الان تيسير شنابله، وشكرا يا ابو سالم الأداء الفني الجميل. بينما المركز الثالث هنا ربشة 12 دقيقة 53 ثانية 7 أجزاء من الثانية وتوقيتها الزمني. تهانينا والناموس المبارك بن محمد بن مظفر بن محمد العامري، تهانينا على الفوز وللجميع. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية، وها هي الانطلاقة هنا لشوطنا إذا الخامس عشر في مجموع الأشواط. شوطنا الخامس عشر الخاص هنا بزمول المحليات الأصايل ضمن أشواط الانتاج والمنتجين هنا على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات والتحديات الصباحية. نسير هنا في هذا الانطلاق، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات المتميزة. الصدارة صغان عبد الله بن حمد بن بهيان العامري من يأتي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. مياتي